أخبار الشامي مع لانا ولينا محمد، شاهدوا المزيد من التفاصيل. تداول الجمهور عدة لقطات حكوا من خلالها إنه الفنان الشامي ظهر مع لانا ولينا محمد في ستورياتهم في السفرة، وتوقع البعض إنه الشامي هو اللي عزمهم بعد حفلته اللي أحياها بدبي. أترككم مع الستوريات ورأيكم بخصوص هذا الخبر. من اليوم أنا مفروض ما أقول إنه أنا نعسانة، بس إنه اليوم عندي موعد دكتور أسنان. أسناني جايزة توجعني كل شهور، صار لي 4 أيام قسم بالله أسناني توجعني لدرجة إنه ضرب على راسي 24 ساعة، راسي يوجعني وحلقي منها يوجعني. يعني حتى بيوم طلعت قبل يومين ويأسو قايش كنت بالقوة أحكي، يعني كلش يوجعني حلقي أسناني لثي، ما أعرف شنو المشكلة بالضبط. فاليوم رايحة على دكتور الأسنان أشوف شنو السالفة، لازم أعرف شنو السالفة أوكي، وبالأخص إني مسافرة، صرت قايلة إني مسافرة 1000 مرة، بس إنه